نروح لمباراة بكرة زي ما قلت مفيش وقت لا للحزن ولا للفرح عندنا مباراة مهمة جدا أمام فريق قوي جدا فريق سموحة بنحترم كل الفرق فريق رابع جدول الدوري فريق بيمتلك مدرب واعد جدا الكابتن أحمد سامي وطبعا عامل شغل كبير جدا مع فريق سموحة حتى لو شفنا أرقام أرقام فريق سموحة مع أرقام فريق النادي الأهلي وهنستعرضها بعد كده لكن ده تدريب النادي الأهلي يا فارس عشان قايمة النادي الأهلي النهارده اللي اختارها كابتن بي بيتسو موسيماني كانت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيع وياسر إبراهيم وكهربا وفتحي حمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وعودة أيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمر السلية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشا وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاييه وغياب بدر بنون طبعا السلطان بدر بنون بيغيب للانذار الثالث كان في انذار في شهر يناير وانذار في شهر يونيو والانذار الثالث كان امام فريق بيراميدز عشان يغيب عن المباراه ولكن النادي الاهلي زي ما قلنا يا فارس مفيش فارق بين اساسي واحتياطي المباراه السابقه لاعب رامي ربيعه وقبل بلاء حسن ايمن اشرف بيعود فبالتاكيد من وجهه نظري ان ايمن اشرف هيعود يكون ثنائيه مع رامي ربيعه واعتقد اي حد بيغيب دلوقتي النادي الاهلي قادر ان هو يعوض غيابه باستثناء لاعب او اثنين طبعا متفق معاك يا اسامه ولكن انا للامانه مشفق على موسيماني لان موسيماني زي ما قلنا بيواجه البعض اللي متربص بيه وهو محقق على ارض الواقع نجاحات ولكن مشفق عليه ليه؟ لانه هو في حيره من امره بمعنى ان انت عايز تروح للنهائي وانت باكبر قدر من اللاعبين وانت رايح للنهائي وانت عندك تيم عايز تحافظ على الاساسيين فيه ومش عايز اي اصابات وده صعب جدا زي ما شايفين المران هنا فكره انك تروح باللاعبين جاهزين بدنيا وفنيا وفي نفس الوقت تحقق اهدافك في الدوري لان انت ما بقاش عندك رفاهيه انك تفقد نقاط وعشان كده مستر بيتسو موسيماني لازم يتعامل مع المرحله الشائكه دي بقدر كبير جدا من الذكاء والحكمه بالتاكيد يا فارس واعتقد كلنا لازم نتعامل مع المرحله دي بقدر كبير من الذكاء والحكمه مسؤولين جهاز فني لاعبين حتى كمان اعلام قناه النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي الرسمي وجماهير النادي الاهلي اللي دايما عندها من الوعي ما يكفي انها تنسى الاحزان بسرعه وتدعم الفريق في اللحظات الحرجه دي وباذن الله باذن الله يكون انتصارنا بكره على فريق سموحه اللي بنحترمه جدا هو المدير الفني ولاعبيه هو بدايه عوده الانتصارات مره اخرى بعد غيابها في مباراه بيراميدز